الخطبه كانت عنيفه جدا، كسر في الحوض واصابه في العمود الفقري. لا لا بشع 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 قوي، المنظر مش هيروح من دماغي ابدا. الغريب ده انه كله حصل في ثواني. انا كنت بقدم طلب للكابتن صدوق وسمعت الفرمله الجامده، ابص من فوق وشفت المشهد الرهيب ده. فعلا كان مشهد رهيب، ولو عايزين رايي اللي حصل ده كان مقصود. مقصود؟ واضح ان اللي حصل ده كان محاوله مقصوده، كانت متعمده لضرب موسى. ما اقدرش اجزم بكده، انا كنت فاتح باب العربيه وظهري للشارع وسمعت الفرمله زي زيكم. انا مش فاهمه موسى ازاي يحاولوا يعملوا فيك كل ده وانت ما تتهمش حد. يعني ما اقدرش اتهم حد. عندك حق، مفيش دليل على كده موسى. انا واثق من اللي بقوله، وانا ما شفتش اللي حصل. مش علي انا الكلام ده، انا شفت كل حاجه بنفسي. انت شفتي، انا ما شفتش. انا مش فاهماك موسى. اللي حصل النهارده ممكن يتكرر تاني. ممكن طبعا، وده معناه يا حبيبي ان ما عادش ليك عيش هنا. يعني ايه؟ يعني لازم تفكر في الهجره لاسرائيل وفورا حبيبي. هذا امر كتير بسيط يا اخ موسى، هتملينا طلب وتعطينا اوراقك وبياناتك ونحن رح نعطيك تذكره لاسرائيل، وهنيك رح تلاقي زملائنا بانتظارك. بالبساطه ما في قهوه ولا شيء. ايه يا حبيبي موسى، اشوفك متردد يعني لسه. خطوه مش سهله برضه يا صدوق. بالعكس، هي خطوه حياتك يا اخ موسى. على الاقل في اسرائيل ما راح تتعرض للي عم تتعرض له هون. هلا هناك هتلاقي الامن والامان والمستقبل والمطموح، هناك هتلاقي نفسك بصحيح حبيبي. لسه متردد يا اخ موسى؟ اكيد ما راح تندم ابدا. لا انا مش ممكن اسمح بكده ابدا. اسمحي بايه؟ دي حياتي وانا حر فيها. لا ما انتش حر، يعني ده مش قرارك لوحدك موسى. موسى انت بتهرب مني ليه؟ انا غلطت في ايه؟ إلينا انت فاهمه الموضوع غلط. ما تقوليش انك خفت من اللي حصل، مش ممكن اصدق انك تخاف الدرجات دي. مش مساله خوف يا إلينا. يا بتهرب مني من حبي ليك؟ ارجوكي ما تصعبيش عليا الموقف اكتر من كده. ارجوك انت يا موسى، انا هموت من غيرك، ارجوك ما تسيبنيش. بلاش يا موسى، بلاش روح اسرائيل. للاسف ده افضل اختيار لغايه دلوقتي. بلاش عشان خاطري. في الحقيقه مش لاقي اي حاجه واضحه، الضغط سليم والنبض سليم، مظهره بيقول ان هو ضعف عام او حاله نفسيه. طب وبعدين يا دكتور؟ انا بقول نحطه تحت ملاحظه 24 ساعه لغايه ما نتاكد ونطمن عليه. مال وليد؟ ايه ده الدكتور بيقول مفيش حاجه. امال ماله مغمى عليه ليه؟ لا هو مش على طول كده، هو فاق شويه قال لنا نكلمك وبعد كده مغمى عليه تاني. وليد وليد يا نهار مش فايت، اقول ليه بس لابوه؟ اهدى اطمن، صاحبك كويس وزي الفل، بس هو هيقعد عندنا تحت الملاحظه شويه. ما انا هنا يا وليد، رد عليا فوق بقى يلا. طارق انا عايز اروح. طارق روحني. غلط يا استاذ غلط، انت تقعد معانا شويه لغايه ما نتاكد ونطمن عليك. انا مش عايز اقعد دقيقه واحده هنا. طارق عايز اروح. دي مسؤوليه. انا مستعد اتحمل المسؤوليه كلها، بس لازم يروح حالا. على مهلك. متشكرين يا استاذ، الف شكر يا نسمه، حابه اطمنك ان شاء الله. المهم يقوم بالسلامه. والله صعب عليا. طيبش عليكي؟ لا عرفتوف طلبت مقابلتي. بالظبط، الموضوع مهم جدا لدرجة اني حبيت نتناقش فيه لوحدنا بدل ما نتناقش فيه في المجلس بشكل عام. موضوع ايه؟ في اتهامات موجهة للجنتك الاقتصادية، الاتهامات دي لو فتحنا باب المناقشة فيها هتكون النتائج محزنة جدا ومخزية. بس أنا عمري ما حصل مني أي أخطاء. الاتهامات بتمس مشروعات سينا، والكل مش عايز يناقش الموضوع بشكل علني عشان نحافظ على سعادة الشعب بضم سينا لحدودنا الآمنة. بس أنا أقدر أدافع عن نفسي ضد أي اتهامات. أنا وصلت الصفقة مع الأعضاء اللي طالبين الاستجواب، الصفقة دي ممكن بعدها نقفل الباب ده خالص ونتفرغ للأهم. صفقة إيه؟ تتنازلي عن رئاسة اللجنة الاقتصادية. So you insist on denying, Mikhail.
I don't remember anything. It was just an accident. But the witness didn't say so. Maybe they didn't understand well. What about your record? Record? Which record? No one had any evidence on me. So you don't want to confess, huh? Okay, Mikhail. I'll not close the case. I'll be behind you until I find who's with you and who's behind you. أنا مش عارف أنت ليه متردد وبتفكر حد يسيب إسرائيل ويقعد في أتينا. صدوق، أنت عارف أنا باخد كام هنا؟ أنا عارف أنت في إسرائيل ممكن تبقى إيه؟ أبقى إيه؟ بالكتير عامل في كيبودر. لا طبعا، لأني عندك شهادة تجارة متوسطة، وهناك في أماكن كتير محتاجة اللي زيك في القدس وتل أبيب. بس مستخسر المرتب الكبير اللي باخده هنا. مش هتخسر حاجة يا حبيبي، ارمي الفوطة العزرة وهبي على أول مركب لإسرائيل. لا ده كتير قوي. وبعدين معاك يا كابتن صدوق، اسمع، أنا هضرب له المرتب اللي بياخده في الأسبوع في اتنين. ولو قوله يا موسى، قوله إن مفيش عندك حاجة أهم من إسرائيل. قوله. الله، هيلك يا عم عادل، مش طايق تشوف وشنا ولا إيه؟ لا أنا مستعجل شوية. على البيت؟ لا على المحطة. خير؟ اسكندرية عادل. ثانية برضو؟ طبعا ثانية، هو في غير ثانية يعني؟ ثانية وصلت امبارح الصبح وهنتقابل على البحر، اشوف وشك بخير. هتروح كده مش هتغير هدومك؟ لا انا هغير هناك بقى، مفيش وقت. سلام. سلام، بسلم لي عليه. انا حاسس ان الحب خلى عادل انسان تاني خالص، مخلص وايجابي وعنده طموح كبير قوي في المستقبل. لا ومش اي طموح، ده طموح اسكندراني. طب وليه لا؟ الحب ملوش زمان ولا مكان، بيخش القلب كده على طول من غير اي استئذان. مالك يا عز؟ مفيش. مفيش ازاي؟ هو انا اول يوم هعرفك النهارده ولا ايه؟ ده انت عصبيه قوي، مع اننا بقالنا اسبوع ما شفناش بعض. خلاص انا تعودت على كده. هو ده اللي مزعلك بقى. خلاص يا ستي، هاني كلها 14 وهتنقل مصر، وساعتها بقى اهو كلام. والله اعلم بقى هيتحقق ولا لا. في ايه يا عصام؟ مخنوقه يا عصام. حتى وانا معاكي؟ معلش، يمكن لما نخرج بكره بقى احسن والخنقه دي تروح. المهم سببها اللي يروح. يا ريت يا عصام. يا حبيبتي ما تكتميش في نفسك كده، فضفضي، مش هتلاقي قلب حنين عليك اكتر مني. عارف، والله عارف. خلاص يلا احكي لي بقى ايه اللي حصل. خالد وقرفت. ماله؟ هحكي لك، يمكن تعرف تحل المشكله. انت في الجامعه ف خليك يا عز، انا اللي هفتح. مساء الخير يا طنط. مساء النور يا حبيبتي، اتفضلي. لا انا عندي مذاكره، انا بس كنت عايزه ادي الجواب ده لعمي طول. الجواب ده من مين يا حبيبتي؟ ده جواب لعمر. جواب جديد لعمر. منها برضه هيكون من مين يعني؟ شباب بقى والحب بينهم ومن بعض مولع نار. مش احنا اللي معرفناش نحب الحب ده زمان؟ احنا كنا فاضيين الحاجات دي يا حسن. يا ترى قدروا ايه في الجواب ده؟ يا سيدي بعدين نبقى نقراه ونفرغ محتوياته. انت عارف يا حسن طبعا ان احنا ما نقدرش نسلمه الجوابات دي عشان ما يخرجش من حاله التقمص اللي هو فيها. لازم يفضل موسى زكي رافع وينسى حكايه عمرو دي تماما. ان شاء الله اول ما يخلص مهمته بنجاح ويرجع لارض الوطن هنديله الجوابات دي اقراها عشان يعرف قد ايه مها كانت بتحبه لاخر ثانيه. ان شاء الله يا فؤاد. طيب بمناسبه الكلام على عمرو، يعني ايه اخر اخباره؟ والله هو تعرض لحادث هناك بس نجا منه، واضح ان مشاكله هناك كتيره. يا ترى المشاكل دي هتنتهي عليه؟ على الهجره. يا لينو دي كانس، اتفضلي. ايه ما رحتش الشغل ليه يا ايكي النهارده؟ ابدا، تعبان شويه. تعبان ولا خايف؟ خايف من ايه؟ من اللي عملته، من الراجل اللي اجرته عشان يقتل موسى، يعترف عنك وتروح في 60 داهيه. انا ما اجرتش حد. طب لو اقول لك انه اعترف فعلا عليك؟ مستحيل. ميخالي مش ممكن. ميخالي مين؟ انا ما قلتش ميخالي. بلا قلت، ووقعت ايكي، وقعت قدامي من غير ما اعمل لك اي حاجه. هشوف بقى هتصمد قد ايه قدام البوليس. إلنا انا انت ندل وجبان وتستاهل ان ابلغ عنك البوليس ودلوقتي حالا. كل ده عشان موسى؟ عشان ندلتك ايكي.
بدلتك اللي خلتني اخسر الانسان الوحيد اللي حبيته كل حياتي. إلنا انت بتقولي ايه؟ بقولك ان موسى عايز يهاجر اسرائيل وانا مش عايزاه يهاجر اسرائيل، عايزاه يستنى هنا معايا. بالعكس ده هجرته تحل كل حاجه. لا ايكي، هيفضل موسى هيفضل، ولو مسيت شعره واحده منه انا مش هرحمك، انت فاهم؟ مش هرحمك. فاهم إلنا، فاهم. احسن لك تكون فاهم، ده احسن لمصلحتك. اهلا. سالت عليكي في الجريده قالوا انك في اجازه. حسيت اني محتاجه ارتاح شويه. لا تقدري ترتاحي، خلاص انت كسبتي معركتك. معركه ايه؟ معركتك ضد يا هيدي. أبهروني امبارح على اني اسيب اللجنه الاقتصاديه، بقيت مسؤوله عن لجنه التعليم. مبروك، انا جيت مخصوص عشان اهنيكي. بس على فكره يا هايدي، انا رغم كل اللي حصل انا مزعلانه منك، عشان مش ممكن ازعل منك يا هايدي. معلش يا عادل، مش هقدر اخرج بس بابا تعبان قوي. بجد يا عادل خلاص هتنيل اسكندريه؟ يعني هنفتح بابا في موضوع خطوبتنا؟ ما انت عارف ان هو كان رافض ان انا ارتبط باي حد بره اسكندريه. بس دلوقتي يا حبيبي مفيش اي حاجه هتبعدنا عن بعض ابدا. انت تؤمر يا حاج؟ لا ان شاء الله بكره على بعض الدور هتكون كل. ازيك يا خالد؟ اهلا، مع السلامه. اهلا، اتفضل. كنت عايز اتكلم معاك في كلمتين. خير؟ حظه قالت لي على اللي حصل بينك وبين اولف. اللي حصل ده كان قراري لوحدي. بص يا ابني، قرارك قرارهم ده ما يهمنيش، المهم انكم تكونوا قد المسؤوليه وما تخلوش حد يتصور انكم عيال فعلا زي ما كانوا بيقولوا من الاول. اللي انا عملته ده كله قلت لك التفاصيل ما تهمنيش. امال اللي يهمك؟ ان ارتباطكم ده ينجح. اشمعنى؟ عشان المفروض ينجح. انتوا الاثنين بتحبوا بعض بجد، والحب الحقيقي لازم يقف في وش الدنيا مهما حصل ومهما اتقال. انت عارف ست والدتك قالت لي ايه؟ عارف، ومش شايف ده سبب يخليك تتحمق وتتوتر قوي كده؟ امال كنت عايزني اعمل ايه؟ استحمل؟ ايوه يا اخي تستحمل، امال تبقى راجل ازاي؟ هو الراجل اللي يهرب ولا اللي يواجه؟ على اي حال انا جاي اقول لك الكلمتين دول وراجع على شغل بني سويف، وسايب لك كوره في ملعبك. يلا العب يا كابتن وهات جون. انسى عزه، أنا سامعها. إيه ده؟ ده بيطلع إمتى ده؟ وليه بيطلع عليه؟ لا مؤاخذة يا جماعة، أنا بس كنت عايزة أنا سامعها في كلمتين. مها لوحدها؟ أنا آسف أنا سعزة، بس كان عندي ليها رسالة لوحدها. من صاحبك وليد طبعًا. الحقيقة أيوه. وأنا الحقيقة لازم أمشي، وأنا جاية معاكي. يا جماعة استنوا، مش كده، أنا مش قصدي حاجة، ما على رسول إلا البلاغ. وإحنا يا سيدي مش عايزين نسمع. بس دي أمانة. اسمعيه بقى وخلاص يا مها. أنت يعني مش عارفة هو وصاحبه عايزين إيه؟ عارفة. بس عارفة كمان ان محدش يقدر يشيل حب عمرو من قلبك. هستناكي نروح سوا. افندم. يعني سمعتك؟ ايوه بس بعد غلب. المهم ان هي سمعتك وتكون قلت لها اللي انا قلت لك بالظبط. طبعا يا وليد، اصلهم كلمتين ورد غطاء، وليد بيقول لك انا اسف وعمره ما يضايقك تاني ابدا. طب وبعد ما سمعتك قالت لك ايه؟ بصت لي شويه وبعدين خدت بعضها ومشت من غير ما تعبرني بحرف واحد. تقدر بقى تقول انت فرحان قوي كده ليه؟ وما افرحش ليه؟ اللعبه كسبت 100%. كسبت؟ كسبت ايه يا عم وليد؟ بقول لك البنت سابتني من غير ما تعبرني بحرف واحد. هو ده اللي عرفني انها كسبت يا بورم. ازاي بقى؟ ما انت لو عندك خبره زي محسوبك كنت استوعبت اللي حصل. وايه بقى يا خبير اللي حصل؟ اللي حصل ان البنت اتأثرت بكلامك ده، بس شخصيتها منعت ان هي تظهر ده، عشان كده سابتك ومشيت من غير ولا كلمه. يا ابني ليه؟ مسألة الشفقة دي عمرها ما خيبت مع أي بنت في الدنيا، اصعب عليها تبقى قطعت نص طريق ليها. حتى لو بتحب واحد تاني؟ حتى لو متجوزة واحد تاني وحياتك. وبلعبة النهاردة نبقى قطعنا نص الطريق، والباقي بقى مسألة وقت. يا ماما! بابا! يا خالد عملت ايه في امتحان النهاردة؟
الحمد لله الامتحان جاي احسن من السنه اللي فاتت بكتير. ايه قولي طمني عملت ايه يا حبيبي؟ بركه دعاك يا ست الحبايب. الحمد لله طمني. الحمد لله يا رب. طب على فكره في ناس مستنيينك جوه. ناس مين يا اخي؟ ادخل وانت تشوف. ايه المفاجأة الحلوة دي؟ عملت ايه طمنيني؟ كويس قوي. وانت؟ انا بشوفتك ده كويس قوي. وحشتني يا خالد. انت كمان وحشتيني قوي. انت مش ملاحظة حاجة؟ ما انا اساسا ما قلعتهاش. ها يا حبيبتي ان شاء الله بعد الامتحانات على طول هنغير الفضة وتبقى دهب. يبقى باباك وافق على الشبكة والخطوبة؟ لا ما تلاقيش. صباح الخير يا سيادة اللواء. كالعادة دايما تيجي بدري. قادر انضباط ولا بلاش؟ الحقيقة أنا طول عمري متعود أصحى بدري. في الحقيقة راجل عسكري ومنضبط. من ساعة ما سعادتك شرفتنا في وظيفة مدير أمن النادي والأمن هنا مستقر تماما، مفيش ولا خناقة واحدة. أنا مندهش، أنت عملت إيه بالظبط؟ أبدا، عملية إعادة توزيع للمسؤولين عن الأمن وتطبيق مبدأ المساواة قدام القواعد والقانون. نتيجة مدهشة، يا ريت كل الناس تعمل زي سعادتك كده. شكرا. أنا فعلا سعيد بوجودك معانا، عن إذن سعادتك. اتفضل. مش قادر يا شكري. مش مستحمل، هتخنق. عجيبة، ده مدير النادي بيقول فيك قصاية شعر ومعجب قوي بأدائك. أداء إيه بس؟ ده لعب عيال. أنا بدل ما كنت قاعد في البيت دلوقتي قاعد في النادي، شمس وهوا وأكلة ومرعى وقلة صنعة. يا راجل، ده أنت مدير أمن نادي معتبر، نادي كبير، وأي حد يتمنى الوظيفة دي. لا ما هياش أمنية يا شكري، ده كابوس. الحقيقة يا ست اللواء انت حيرتني معاك، ما بقتش عارف انت عايز ايه بالظبط وايه اللي ريحك. الجيش يا شكري، الجيش. مفيش حاجة ممكن تناسبنا غير الجيش. مش قادر اتخيل انهم بيبنوه من اول وجديد وانا واقف اتفرج. مش قادر اعمل حاجة. النصيب بقى يا ست اللواء. لا مش نصيب، دي هزيمة. عصام اوعى تنسى تبلغ عائلة عمرو بميعاد خطوبتي، وكمان عائلة مها، دول اهلي وناسي ولازم يكونوا موجودين. يا سيدي ما تقلقش هقول لهم والله. بس انت لسه ما قلتليش هتعملوا الخطوبه فين؟ في اسكندريه؟ لا مش هنعملها في اسكندريه ونشحطت الناس ورانا، هنعملها في مصر، خصوصا كمان ان عماتها وعمامها ساكنين في مصر. طب والله كويس، ده اريح لينا كلنا. وحجزت فين؟ في بيتنا طبعا. في بيتكم؟ طب تيجي ازاي دي؟ والله مش عارف اقول لك ايه يا عصام، بس الراجل حماه ده راجل طلع جدع جدا ومخه كبير. وافق على خطوبتنا قبل ما نتخرج بكذا شهر، وافق كمان انها تتعمل في بيتنا، خصوصا لما الحاج قال له ان البيت واسع ويسع من الحبايب 1000. والله اللي انا اعرفه ان الخطوبه تبقى في بيت العروسه. يا عصام ده كلام قديم، احنا في سنه 69 مش 49. يا اخويا ربنا يهني سعيد بسعيده. ما دام انت راضي وابوها راضي محدش له حاجه عندكم، بس المهم كلكم تيجوا. لا تعيد ولا تقول، انا مش هسمح لك تهاجر اسرائيل دي ابدا. ولا ايه يا يورجو؟ هو حر. يعني ايه هو حر؟ وانت مش صاحبه يا اخي؟ ما هو لاني صاحبه لازم انصحه يعمل اللي هو بده اياه مو اللي انا بدي اياه. في حاجه فيكم انا شهماها النهارده؟ في ايه تقريبا؟ لا ما في شيء. بقول لكم ايه، ولا ايه ولا ليه، انا صدوق جايب لي شغلانه في حيفا هروح استلمها اول الشهر. انا مش هسمح لك تهاجر اسرائيل دي ابدا. تسمحي له ولا ما تسمحي له؟ هذا موضوع ما بيخصك من الاساس. هو حر، بيهاجر ما بيهاجر، هي حياته مو حياتك انت. يورجو مالك؟ ما في شيء، خليكم انتوا باللي انتوا فيه، انا ماشي. ماشي ايه؟ ماشي. وباخدوا تاكسي تاني تروحوا فيه. يورجو استنى. يورجو ماله؟ يورجو انا اول مره اشوفه بالحاله دي. بيحب. بيحب؟ بيحب مين؟ يا عادل.
اخيرا يا ابو عادل دخلت القفص برجليك. والله احلى قفص يا ابو عصام. ابو عادل وابو عصام، عقبال لما تبقوا ابهات بحقيقي. الله، وشمعنى بقى هم يا ست ماما؟ احنا كمان عايزين نبقى امهات. امال هم يبقوا ابهات ازاي يا بنتي؟ يعني عليك يا بنتي، كلهم بيتجوزوا وانت اللي قاعده زي البيت الوقف. سميحه ايه؟ ربنا يسعدكم ويهنيكم يا حبايبي. هم وعمري وخالد ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله يا عم، باذن الله. واضح ان انتوا بتحبوا بعض قوي كلكم فوق ما تتخيلي. ده احنا كلنا زي الاخوات والله، ما عدا انا وعزه طبعا. واضح واضح. طيب نقوم عشان البوفيه والملفيه والحاجات يا جماعه. يلا يلا اتفضلوا انتوا الاول. يلا يلا اتفضل. يلا بينا مع بعض كلنا. الله، انتوا تعرفوا موسى؟ موسى مين؟ يا خلام الشبع 40، ده عمرو زميلنا اخو عزه وخطيب مه. مش ممكن، ده موسى ويهودي، وقابلنا انا وبابا على المركب وفي اتينا كمان، وكان عنده هناك مشكله وشهدنا معاه في مركز الشرطه. اكيد يا خلام الشبع 40 زي ما بيقول عادل. وبعدين يعني هو احنا هنتوه عن عمرو؟ ربنا يرجعهولنا بالسلامه. برضه مش قادره اصدق. تصوروا بقى، واحد يهودي يبقى شبه عمرو اخويا، بقى دي معقوله؟ وبعدين مش ممكن حد في الدنيا يبقى شبه عمرو. ايوه يا عم. طبعا من هشد العريس. غريبه، في اتنين يشبهوا بعض للدرجه دي؟ دول مش اتنين، دول 40. اتفضلوا يا جماعه البوفيه. البوفيه البوفيه. حضرتك ما ندمتش على دخول الجيش بعد اللي حصل؟ اطلاق. يعني لو الزمن رجع لورا هعمل نفس اللي عملته وادخل الجيش وحارب كل من يمس رملة من أرض مصر. يعني لو مصر احتاجت لك هفديها بروحي ودمي. كسر في رجله اليمين بسيط مش مضاعف، جت سليمة إلى حد ما. بكرة الصبح إن شاء الله أنا هقدم طلب لإدارة البعثات وهتابعه بنفسي كويس. كتر خيره في قد إيه يا بابا، هو اللي خلصها لي بسرعة. أنا تقريبا أول واحد في دفعتي تجيله بعثة. مسامين يخلام الشبع 40. غريبة، في اتنين يشبهوا بعض للدرجة دي؟ هي البعثة دي قد إيه؟ مش أقل من سنة. ما عندناش سيادة أي طالب دراسات عليا بالاسم ده. ده موسى ويهودي، وقابلنا أنا وبابا على المركب وفي أتينا كمان. بعمل كل ده علشانك. لأنك إيه يا إيزاك؟ لأني بحبك. بحبك هايدي. وإنتي؟ مش عارفة يا إيزاك، مش عارفة. مش عارفة؟ حقيقي مش عارفة. يعني أنا ببقى مستريحة قوي وأنا قاعدة معاك، بس مش بالضرورة ده يكون حب. هما اللي يكون إيه؟ صداقة يا إيزاك، صداقة بين اتنين ارتاحوا فهموا بعض. بس يا هايدي؟ على الأقل في المرحلة دي. مش فاهم. يعني خلينا في مرحلة الصداقة، وبعدين من عارف بكرة هيحصل إيه؟ يعني ما فقدش الأمل؟ ما تفقدوش. طب يلا بقى عشان ورايا حاجات كتير أعملها. يلا بينا. معقول الكلام اللي بتقول عليه ده يا حنين؟ مفيش تفسير تاني يا جنرال. إيزاك كان مسؤول عن أمنك الشخصي في الوقت اللي قدرت هايدي تهرب مقالتها، وبحكم موقعه الحساس قدر يحصل على مستندات جيفيرت فيرد ويصورها. ده بالإضافة ليه؟ قصة الحب اللي بينه وبين مادموزيل هايدي. قصة حب؟ ده مش استنتاج، دي حقيقة. قصة حب.
ابني فين يا فؤاد؟ عمرو في بعثة في روسيا يا سيادة اللواء. ابني فين يا فؤاد؟ وفي يا سيادة اللواء في حاجة كده ولا كده بلغتكم عن عمرو لا سمح الله؟ ابني مش في بعثة ولا راح روسيا خالص. أمال فين يا فندم؟ ده اللي أنا جاي علشان أعرف. طب اهدى سعادتك، اهدى كده وارتاح وأنا هشرح لسعادتك كل حاجة. الحقيقة يا فؤاد. الحقيقة يا فندم. اتفضل ارتاح. سيادة اللواء، ليه كان نفسك إن عمرو يدخل الكلية الحربية؟ عشان يخدم الوطن اللي رباه وعلمه. يعني الهدف إنه يخدم وطنه؟ بالتأكيد طبعا. طب إيه رأي سعادتك إن عمرو بيخدم وطنه دلوقتي فعلا؟ بيخدم وطنه؟ بيقدم له أعظم خدمة ممكن يقدمها مواطن لبلده. هو عمرو فين بالظبط؟ مش مهم فين يا سيادة اللواء، مش مهم كمان هو بيعمل ايه. عمرو آمن باللي سعادتك قعدت طول عمرك تعلمونا. انا مصر يا سيادة اللواء، مصر اللي يهون عشانها كل شيء، مصر اللي امنت بيها وامننا بيها وامن بيها عمرو، ما ترددش لحظه انه يلبي نداها لما احتاجت له. مصر يا سيادة اللواء. الله، طلبة انت جيت؟ طب ما قلتش ليه؟ ده انا قلقان عليك من الصبح. ايه اللي خرجك بدري كده؟ لا ابدا، انا رحت اقابل فؤاد. بدري كده؟ كنت عاوز اطمن على عمرو. وطمنت؟ طمنت. طمنت يا كريم. اخبار لعبتنا ايه؟ لعبت ايه؟ انت لسه فاكر؟ ده انا قلت بقى انت لعبت بقلب البنت مها دي ومين، وهتروح هاجم عليك نايم وعلى قلبك حجر يجي شهر بحاله. اصلك خايب يا حبيبي، هو ده التكتيك السليم. انما لو نطيت لها بعد يومين هتقول عيل وبيلعب بيا. انما بقى لو غبت شهر وقابلتها صدفه. صدفه يعني كانها صدفه، مش بعيد تتاثر وتقع كمان. اشك ليه بقى يا بورم؟ اللي عرفته من اختي ان مها دي غرقانه في حب خطيبها عمرو وهتستنى العمر كله. مفيش واحده بتستنى واحد العمر كله، ده كلام افلامه بس. والله بيقولوا مش مساله حبه بس. يعني ايه؟ يعني اللي بيقولوه قصدي ان اللي بينهم كان اكبر من الحب. متصدقش. متصدقش؟ ده ايه الثقه دي؟ اولا انا مش واثق فيها، انا واثق في نفسي. انا عرفت بنات بعدد شعر راسي وافهمهم واقلبهم من كلمتين وبس، ومها مش من الصنف ده. مش لازم يكون اللي حصل ده بسوء نيه، يمكن مع الحب والارتباط. قلت لك ما تصدقش. عجيب، انا اول مره اشوفك بتدافع عن واحده كده. انا مش بدافع، انا واثق من اللي انا بقوله. بس واضح ان الناس مش واثقه منه زيك، ده اللي بيقولوه. ما عندهمش نظر، بس ما يمنعش. يعني يعني لو واحده سمعتها بالشكل ده واهلها حاولوا يقفوا قلسات الناس هيعملوا ايه؟ يعملوا ايه؟ يجوزوها. خطيبها؟ خطيبها ايه كده؟ يبقوا باكدوا التهمه عليها. امال هيجوزوها لمين؟ لواحد تاني مثلا زي حالاتي. طب انت تقبل تتجوز واحده بتقال عليها كده؟ اقبل ونص كمان، بس هي توافق. وقلت له فؤاد مش بالظبط. يعني ايه مش بالظبط؟ يعني هو عارف ان عمرو بيتعاون معانا، لكن فين وازاي ما يعرفش. طب ما حاولش يعرف؟ العجيبه يا اخي انه ما حاولش. معقول يا فؤاد؟ كان السؤال على لسانه بس ما سالوش. اكيد عارف انه مش هياخد اجابه صحيحه. ايوه بس دي حاجه عجيبه للدرجه دي. امال انت فاكر عمرو طالع لمين؟ الولد لابوه والاتنين رجاله. رجاله بحق وحقيق. وحشتني. وانت كمان. بس الظاهر ماليش مستقبل غير في اسرائيل. انت ازاي تصدق كلام صدوق المجنون ده؟ ثم انا زعلانه منك، ازاي عايز تسيبني كده ببساطه؟ طب اصالحك ازاي؟ اقول لك انا تصلحني ازاي؟ انت لسه شقيه؟ انت لسه مش حاسس بيا؟ ما تقوليش كده يا لينا،
امال ايه ولا موسى؟ ما تقوليش حاجه اصلا، خلينا النهارده نستمتع بالجمال ده وبكره براحتنا نقعد نفكر ونقول اللي احنا عايزين نقوله. ماشي؟ ماشي. يلا. مفيش يا كريمة، كنت سرحان شوية. سرحان شوية؟ ده انت سرحان كتير قوي، مش النهاردة وبس، ده انت بقالك كده فترة كبيرة لا بتاكل كويس ولا بتنام كويس ولا بتروح الشغل. شغل؟ هو ده شغل؟ ده مش شغل، ده تضييع وقت على الفاضي. انا حسيب الشغلانة دي. تسيبها؟ ايوة حسيبها. أنا منفعش في أي شغلانة تانية غير العسكرية. براحتك يا طلبة، أنت راجل البيت وتعمل اللي أنت شايفه لمصلحتنا. معلش يا كريمة، سامحيني، أنا أعصابي مشدودة شوية. ما أنت بس لو تقولي أعصابك مشدودة من إيه؟ هموم الدنيا كتيرة. عمرو وحشك قوي. وحشني قوي يا كريمة. يا رب العزة والقدرة، ربنا يحميك ويرجعهن بالسلامة يا رب. يا رب. مالك في ايه؟ قصدي اتخانقت في الكليه. اتخانقتي؟ اتخانقتي مع مين وليه؟ مع شويه بنات قلات الادب. وليه بس يا بنتي بتتخانقي؟ عارفين كانوا بيقولوا ايه على عمرو ومها؟ ده كلام فارغ وافتراء وقله ادب. ازاي يقولوا كلام زي ده على بنتي؟ ده اللي انا عامله حسابه، لكن الناس شايفين واحده قاعده وحاطه ايدها على خدها وخطيبها سافر وقال عدولي لازم مخهم يروح لبعيد. لا مش لازم، الحته كلها عارفه ان عمرو راح بعثه. شله يا بعثه. بقول لك ايه، الخطوبه دي جابت لنا العار. كفايه بقى يا ماما، حرام عليكي يا اختي، حرمت عليهم عشيتهم. هفضل مستنيه لامتى؟ لحد ما اللي يسوى واللي ما يسواش يخوض في سيرتك. ارجوكي بقى خلاص. ايوه خلاص، كفايه كده، ما عادش يجي منه. انا مش عايزه الجوازه دي. انت بتقولي ايه يا سميح؟ الله، الولد كان صريح وقال هيغيب سنة، دلوقتي فات 10 أشهر، يعني فاضل له شهرين وكل اللي عنده كلمة بقى يلمها. يا سلام، هستناه كمان شهرين؟ أنا هستناه العمر كله. ولا يوم واحد، وهجوزك سيد سيده. وأنا بقى مش هتجوز حد غير عمر. وأنا مش هستنى لما تبقى مسخرة الحتة. سيب البنت براحتها. أنت السبب، انت اللي عودتها وشجعتها على العد ده، انت اللي اديت للمحروس كلمه قبل ما يكمل بعثته ويبقى راجل مال هدومه. عمرو راجل وستين راجل. اهو ده الكلام اللي انت حطيته في مخها، كله منك انت. ايوه ما انا عارف، هتسيب العالم كله وانا اللي هطلع غلطان. انت كمان بتحب يا إلينا؟ ما عارفان شو اعمل يا ايكي، إلينا مو حاسه فيني ابدا، ما عادت شايفه من الدنيا كلها الا موسى. تصور اني قالت لي امبارح انه لو اصر يسافر على اسرائيل حتسافر معه. للدرجه دي؟ شو اعمل ايكي؟ شو ساوي؟ مفيش غير حل واحد. لا تقول لي نعمل عمله سودا مثل كنت حتروح بداهيه بسببها. داهيه ايه؟ ميخالي البوليس مش قادر يثبت عليه حاجه خالص، طلع من الموضوع نضيف تمام. هيك بتظن؟ قصدك ايه؟ قصدي ان السوق كله بيعرف انه البوليس بيعمل تحرياته عنك من ايام الحادثه. عني أنا؟ بيراقبوك وبيفتحوا ملفاتك القديمة كلها. كل دي بسبب الولد اللي اسمه موسى دي؟ لا، بسبب تهورك أنت. أهم حاجة إن البوليس بيراقبني أنا، مش بيراقبك أنت. يعني شو؟ يعني تسمع اللي هقولك عليه وتنفذه بالظبط.